لأنه أي مؤامرة تستهدف النظام في سوريا هي تستهدف سوريا، سوريا دولة الممانعة، سوريا دولة الصمود، سوريا المركز، سوريا الحجر، حجر الزاوية في هذا، في هذه، في هذا العالم العربي، في القضايا العربية، في الجامعة العربية هي حجر الزاوية. أنا اللي قلته من البداية إنه أنا خائف على سوريا، على شعب سوريا، مش على سوريا يعني خائف على الشعب من تفكك هذا الشعب، من تفكك الأرض. هذا اللي قلته. بقى في ناس اعتبروا إنه لا، هذا تأييد للنظام وكذا. أنا كنت بشوف إنه لازم الناس يمشوا بلعبة ديمقراطية. النظام عم بيقدم، عم بيستجيب لمطالب الناس، عرض عدة أمور، عدل عدة قوانين أو عرض عدة قوانين. بقى لماذا هذه المعارضة المشتتة لا تندمج ولا تدخل في إطار اللعبة الديمقراطية وتسير مع النظام في الإصلاحات التي عرضها؟ هذا اللي يقوله، بس تجنيبا لسوريا من 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 تفكك هذه الدولة المحور فيها الشرق. اليوم بتلاقي بأنه كان موقفك على حق؟ أنا يعني شوف، ما حدا يعني بيكون واحد عم بيدعي كتير لما بيقول إنه موقفه على حق، على حق، بس هذه كانت قناعتي من البداية وما زالت هذه قناعتي. أنا بقول تفضلوا يا معارضة، ادخلوا اللعبة الديمقراطية. النظام عم بيقدم لكم، عم بيعطيكم يعني خارطة الطريق. تفضلوا ادخلوا باللعبة الديمقراطية، في انتخابات، ادخلوا بالانتخابات. إذا كان نجحتوا بالانتخابات بصير هيك تدخلوا باللعبة الديمقراطية، بس إنه أن ندمر الهيكل على رؤوس الجميع، هذا اللي أخافني وما زال يخيفني إلى اليوم. بس لا، موقفي لم يتغير أبدا. متى سيعود الإعلامي جورج أرداحي إلى الشاشة؟ يعني هلأني أنا في عندي برنامج مع الام بي سي، لما تقرر الام بي سي عرض هذا البرنامج تعرضه. ورغم الضغوطات اللي صارت ما بعتقد بيقدروا يشطبوا اسمي هيك بسهولة، بس كتير مهم إنه الإنسان يعطي رأيه ويعطي قناعته، وكتير والأهم أن الآخر أن يتقبل هذا الرأي. أبرز ما جاء في هذه النشرة: الثورة مستمرة في ميدان التحرير، والجامعة تجتمع على سوريا، رئيس المحكمة الدولية يجول على المسؤولين اللبنانيين. وتابعتم في النشرة: فضل الله يدعو الحكومة للتحرك ضد محطة التجسس الأمريكية. شكرا وإلى اللقاء.